وبدل تلك المشاكل أصبحت لدينا فوائد، يعني رأس حربة جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم وليد من قناة وليد هوب. إذا كنت تشاهدون للمرة الأولى أتمنى منك الاشتراك عزيزي المشاهد، وأيضا تفعيل زر التنبيهات لكي يصلك كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. وأيضا كبداية لهذا الفيديو لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا إذا مشاهدين، ليلة أمس الناخب الوطني جمال بلماضي والاتحادية الجزائرية شاركت معنا ويعني أفرجت لنا عن قائمة المنتخب الوطني الجزائري التي كانت معنية والتي هي معنية بمباراتي كل من نيجيريا والمكسيك، والتي ضمت إذا مشاهدين 24 لاعب. قائمة كانت في القمة، لم أجد شيء لأنتقده في تلك القائمة. جمال بلماضي صراحة لن يترك لك شيء أو نقطة سلبية تنتقده فيها. ما شاء الله إذا مشاهدين تقبلناها، وأعتقد أن جميع الجزائريين تقبلوا تلك القائمة رغم غياب يعني وجوه ولاعبين أقوياء وأيضا ذو مكانة عالية في المنتخب الوطني الجزائري، وذلك لعدة أسباب. يعني جمال بلماضي استبعدهم لأسباب فنية. أما بعد إذا مشاهدين، كانت الأمور كلها على ما يرام، ولكن يعني سرعان ما بدأت الأحداث تتزايد وأيضا المشاكل تصب على قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي. أولا إذا مشاهدين، لاعبي المنتخب الوطني الجزائري وصلوا يوم أمس المكان المقرر لتربص الخضر في النمسا لمباراة نيجيريا، ومن بعدها سيغادروا إلى هولندا من أجل عمل تربص هناك ويلعبوا مباراة ضد المكسيك. فكل شيء كان على ما يرام، ولكن إذا مشاهدين، قائمة ناخب الوطني جمال بلماضي كما قلت لكم واجهت عدة مشاكل، ومن بعض هذه المشاكل إذا مشاهدين هو غياب إسماعيل بن ناصر لاعب أي سي ميلان. استدعى جمال بلماضي، كان من ضمن اهتماماته وفي القائمة الرسمية والمعنية بمباراة نيجيريا والمكسيك. طبعا الوفد الجزائري وصل ليلة أمس، وكان هذا اللاعب قد تأخر عن تواجده في هذه القائمة وهذا التربص في النمسا. وما الذي يتساءل هذا المشاهدين؟ صراحة وصلتني العديد من الأسئلة، ما هو السبب يعني لتأخر هذا اللاعب للحضور للتربص؟ طبعا هذا اللاعب قد تحصل على إعفاء من الناخب الوطني جمال بلماضي للتأخر عن التربص بسبب انتظاره مولوده الأول من زوجته الجزائرية. فمبروك على هذا اللاعب، ونتمنى ولازم مشاهدين أن يتربى في عزهم إن شاء الله، وإن شاء الله الذرية الصالحة. يعني هذا هو السبب لتأخر هذا اللاعب، ولكن يعني ساعات قليلة أو غدا إن شاء الله سيتم حضور هذا اللاعب في القائمة وفي التربص بشكل رسمي لكي يباشر عملية التدريب وإلى غير ما ذلك. بينما كان هنالك لاعبان ذا مشاهدين قد تعذر عليهم الحصول على التأشيرة من أجل دخول الأراضي النمساوية، يعني بسبب أزمة إدارية. كان هنالك لاعبان كل من بغداد بورجاح لاعب الصد القطري وأيضا عز الدين دوخة يعني لم يتحصلوا على التأشيرة من أجل السفر. فهذه كانت نقطة سلبيتان. يعني جمال بلماضي استدعى ثلاث لاعبين في حراسة المرمى، رئيس وهاب بولحي، عز الدين دوخة، وأيضا ألكسندر أوكيجا. فعندما يغيب واحد من المشاهدين ستصبح هنالك يعني نقطة سلبية للمنتخب الوطني الجزائري. فلهذا جمال بلماضي اضطر لكي يستدعي يعني البديل، وحيث كما كشفت لنا بعض التقارير الجزائرية الرسمية، حيث أن قالت لنا أن الناخب الوطني جمال بلماضي استنجد بحارس فريق الشباب بالوزداد غاية مرباح لتعويض غياب الحارس عز الدين دوخة الذي غاب عن تربص النمسا بسبب غياب الرحلات. وطبعا أعزائي المشاهدين، يعني هذا هو البديل لعز الدين دوخة، غاية مرباح. فهذا اللاعب شبيبة بالوزداد سيكون البديل لهذا اللاعب، ولكن إذا مشاهدين شاهدوا الفيديو إلى نهايته لكي تتعرفوا على المفاجأة. فلهذا يعني ننتهي من هذا اللاعب ونذهب إلى اللاعب الثاني ألا وهو بغداد بنجاح. لماذا هو أيضا تغيب؟ طبعا بغداد بنجاح إذا مشاهدين تغيب بنفس الأمر بسبب عدم تحصله على التأشيرة وإلى غير ما ذلك. فلهذا بغداد بنجاح يعني في مكانه استدعى الناخب الوطني جمال بلماضي أسامة درفلو. أسامة درفلو قد استدعاه جمال بلماضي لكي يكون بديل لبغداد بنجاح في هذا التربص، وهذا ما كشفت عنه بعض القنوات وأيضا من مصادر موثوقة، حيث صرحوا لنا استنجد الناخب الوطني جمال بلماضي بلاعب فيتيس الهولندي أسامة درفلو لتعويض غياب المهاجم بغداد بنجاح. وطبعا كنت قد قلتها وأكدتها أن بغداد بنجاح قطعة أساسية في المنتخب الوطني الجزائري، إذا غاب يعني يغيب الأمان، رغم أننا لدينا لاعبين ومهاجمين كبار
ورأس حربة بديل لهذا اللاعب، ولكن هذا اللاعب صراحة يقدم مستويات كبيرة. فهذان النقطتان ستشكلان نقطة سلبية للمنتخب الوطني الجزائري، ولكن الحمد لله يعني في نهاية المطاف تم يعني حل مشكلة تأشيرة كل من عز الدين دوخة وبغداد بنجاح لكي يدخلوا الأراضي النمساوية، وذلك لكي يعملوا معسكر مع المنتخب الوطني الجزائري، وإن شاء الله هذا اليوم سيتم التحاقهما بالمنتخب الوطني الجزائري في تربص بالنمسا حسب ما كشفت لنا تقارير ويعني تقارير إعلامية رسمية. فيعني كل الأمر هو أن كان هذان اللاعبان قد تغيبا لمدة يوم وتحصل على التأشيرة، وذلك بسبب يعني قرارات صارمة وإلى غير ما ذلك. فبطبيعة الحال ستصبح قائمة النخب الوطني جمال بلماضي موسعة أكثر فأكثر، بعدما كانت فيها 24 لاعب ستصبح إلى 26 لاعب. فجمال بلماضي لديه العديد من الاختيارات، 4 لاعب حراس المرمى ورأس حربة جديد. فكل توفيق للنخب الوطني جمال بالماضي في هذه المباراتان الوديتان. صراحة أعزائي المشاهدين ستكون مباراتان قويتان، ونحن على أهبة الاستعداد لكي يمتعنا المنتخب الوطني الجزائري بهاتين المباراتان الوديتان. وطبعا أعزائي المشاهدين أود أن أذكركم بالمواجهتان المنتظرتان، حيث المنتخب الوطني الجزائري سيواجه نظيره النيجيري يوم 9 أكتوبر، ومن بعدها سيواجه المكسيك بعد مرور فقط 4 أيام في إطار الاستعدادات لبدء التصفيات المؤهلة لكأس العالم لسنة 2022 واستكمال التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في العام ذاته، والتي يعني يحملها المنتخب الوطني الجزائري. وهذا شرف لنا أن المنتخب الوطني الجزائري تحصل على هذا اللقب وهو في رحلة للدفاع عنه. يعني كما قلت لكم أعزائي المشاهدين منذ بداية الفيديو، رغم أن هنالك يعني مشاكل يعني تم حلها والحمد لله، وبدل تلك المشاكل أصبحت لدينا فوائد، يعني رأس حربة جديد أسامة درفلو، هذا اللاعب يعني كنت قد وضعته في قائمتي أنا المتوقعة الشخصية في الفيديوهات السابقة، قلت لكم بأنه متوقع كبير كثيرا أنه سيكون في هذه القائمة، وحدثت هنالك مشاكل سبحان الله وأصبح من هذه القائمة وتوقعاتي كانت صحيحة. فلهذا أعزائي المشاهدين أستحق لايك أم لا؟ قولوا لنا في صندوق التعليقات. أما بعد أعزائي المشاهدين يعني أضرب لكم موعدا إن شاء الله بعد هاتين المباراتين، سأعطيكم يعني تنقيطات اللاعبين، وأيضا سأحاول بالاتصال يعني بجماهير مكسيكية وجماهير نيجيرية لكي أعرضهم في هذه القناة يعطونا يعني ردة فعلهم على المنتخب الوطني الجزائري وعن المباراة. صراحة ستكون مباراة حماسية جدا، وقولوا لنا في صندوق التعليقات أي سؤال يخطر في بالكم، وإن شاء الله سأجد يعني الضيف المثالي لكي يكون في القناة. قولوا لنا فقط في صندوق التعليقات إذا كان لديكم أي سؤال تريدونه فقط اطرحوه، وإن شاء الله عندما أستقبل أول ضيف سأطرح عليه جميع الأسئلة التي ستكتبونها في صندوق التعليقات. وقولوا لنا كنهاية لهذه الحلقة، كم تتوقعون أن تكون نتيجة المنتخب الوطني الجزائري المتوقعة ضد نيجيريا وأيضا ضد المكسيك؟ في الفيديوهات السابقة قلت لكم أن المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب المكسيكي حسب توقعاتي ستنتهي المباراة ب2-1، 2 للمنتخب الوطني الجزائري و1 للمنتخب المكسيكي. يعني قلت لكم في الفيديوهات السابقة أنني في المستقبل القريب يعني يوم أو يومان سأعطيكم يعني المنتخب الرابح حسب توقعاتي، وحسب توقعاتي أقول لكم أن المنتخب الوطني الجزائري سيفوز على نظيره المكسيكي الذي يحتل المرتبة 11 في ترتيب الفيفا. سنسحقهم أعزائي المشاهدين، وذلك بأن جمال بلماضي استدعى كوكبا من المواهب، وإن شاء الله لدينا كوكبة يعني ستذهب بعيدا، وسنواصل سلسلة الانتصارات مع النخب الوطني جمال بلماضي، وأنا متأكد من ما الذي أقوله. فكل توفيق لجمال بلماضي، كل توفيق للاعبين، ونتمنى رحلة سليمة للاعبين الذين سيلتحقون مجددا بمنتخب الوطني الجزائري، كل من يعني يعني بغداد بنجاح وأيضا عز الدين دوخة. وقولوا لنا في صندوق التعليقات وأجيبوا لنا عن جميع الأسئلة التي طرحتها في هذا الفيديو. طبعا هنا ينتهي هذا الفيديو، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.